لقاءات في كل من أطار وزويرات لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاع البيطرة واعتماد آلية لإشراك ملاك المواشي في وضع الاستراتيجيات التنموية. اختتام فعاليات المنتدى الدولي حول الضبط الإعلامي والمسار الانتخابي المنظم من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. اهلا بكم. وصل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لازواني رئيس الاتحاد الافريقي مساء امس العاصمة التشادية نجامينا لحضور حفل تنصيب الرئيس التشادي المنتخب محمد ادريس ديبي اتنو. وكان في استقبال فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار نجامينا وزير الدولة الخارجية والتكامل الافريقي والتشاديين في الخارج محمد صالح النظيف وسعادة سفيرنا في نجامينا سيدات الشيخ أحمد عايشة. وقد أدت عدة تشكيلات عسكرية تشادية تحية الشرف لفخامة رئيس الجمهورية على أرضية مطار نجامينا، كما عزف النشيدين الوطنيين الموريتاني والتشادي احتفاء بقدومه. كبار الشخصيات التشادية التي صفت لاستقباله وتحيته وخارج المطار، حيا فخامة رئيس الجمهورية عددا من أفراد الجالية الموريتانية الذين حضروا لاستقباله رافعين الأعلام واللافتات الترحيبية. ويرافق فخامة رئيس الجمهورية في هذه الزيارة وفد مهم يضم على الخصوص كل من الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية المختار والجاي ووزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوق وسفيرنا بتشاد سيدات الشيخ أحمد عايشة سيدي محمد الغابر مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية الحسن الناجي مستشار برئاسة بالمستشار القانوني برئاسة الجمهورية عائشة داود ديالو مستشارة برئاسة الجمهورية الحسن الأحمد المدير العام لتشريفات الدولة. وكان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ لازواني رئيس الاتحاد الافريقي غادر العاصمة نواكشوط صباح امس متوجها الى العاصمة التشادية نجامينا لحضور حفل تنصيب الرئيس التشادي المنتخب محمد ادريس ديبي اتنو. وودع فخامة رئيس الجمهورية بمطار نواكشوط الدولي ام التونسي من طرف معالي الوزير الاول سيد محمد البلال مسعود والوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية مولاي محمد الأقذف والوزير المستشار برئاسة الجمهورية محمد عبد الله والعثمان وعدد من أعضاء الحكومة وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ونائبة رئيسة جهة نواكشوط. أصدرت الوزارة الأولى أمس مقررا يتضمن تعيين رئيس وأعضاء المجلس الوطني للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024، وفيما يلي نص مقرر الوزير الأول
إن الوزير الأول بعد الإطلاع على دستور 20 يوليو 1991 لمراجعة سنوات 2006 و2012 2017 والمرسوم رقم 157/2007 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وبصلاحيات الوزير الأول والوزراء، والمرسوم رقم 195/2020 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2020 المعدل بالمرسوم رقم 029/2021 الصادر بتاريخ 9 مارس 2021 المتضمن تنظيم مصالح الوزير الأول، والمرسوم رقم 118/2023 الصادر بتاريخ 3 يوليو 2023 القاضي بتعيين الوزير الأول، والمرسوم رقم 178/2013 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2013 القاضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات ورسالة مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني رقم 188 بتاريخ 22 مايو 2024، يقرر المادة الأولى طبقا لترتيبات المادتين 3 و8 من المرسوم رقم 178/2013 الصادر بتاريخ 6 نوفمبر 2013 القاضي بإنشاء مرصد وطني لمراقبة الانتخابات. يعين رئيس وأعضاء المجلس الوطني للمرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2024 وفق ما يلي: الرئيس ديابة، الأعضاء الكوري عبد المولى، فاطمة محم، يزيد به داري، الداه المختار، انقادي عريون، أحمد ناها، محمد الصافي، سلمتا أدماسي، محمد مبارك، الأستاذ يدومو خطاري، هندو الشيخ التراد، إليا خير بنيوغا. المادة 2 ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية. حرر بن وخشوط بتاريخ 22 مايو 2024 محمد والمسعود والبلال والمسعود. في الشأن البرلماني، اجتمع مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية أمسي تحت رئاسة موسى دنبا الصو النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية بحضور وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان أحمد والسيد أحمد واللجة. وخلال هذا الاجتماع اطلع مؤتمر الرؤساء على مشاريع القوانين التالية المعروضة من طرف الحكومة: مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المواقعة بتاريخ فاتح مارس 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية المخصصة لتمويل سياسة تنمية التسيير الجبائي والقدرة على الصمود. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المواقعة بتاريخ 21 فبراير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالة الفرنسية للتنمية المخصصة لتمويل المشروع المندمج لتعبئة المياه السطحية. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل الاتفاقية الموقعة بتاريخ 15 فبراير 2024 في روما المتعلقة بالمشاركة في تمويل مشروع التسيير المستديم للموارد الطبيعية والتجهيز البلدي وتنظيم المنتجين الريفيين الموقعة بتاريخ 23 يونيو 2020 في روما بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض المواقعة بتاريخ 22 فبراير 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية المخصصة لتمويل مشروع تنمية حوض نهر السنغال ودعم قدرته على الصمود. مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية التمويل الموقعة بتاريخ 3 أبريل 2024 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والرابطة الدولية للتنمية المخصصة لتمويل مشروع دعم النظام الصحي عناية الموسع. مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 001/2013 الصادر بتاريخ 2 يناير 2013 القاضي بإنشاء منطقة حرة في نواديبو. وقد قرر مؤتمر الرؤساء إحالة مشاريع القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون الاقتصادية بهدف الدراسة المعمقة. قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالم المرزوق في مقر السفارة الإيرانية بن وخشوطة باسم الحكومة والشعب الموريتانيين واجب العزاء والمواساة في وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقيهم رحمهم الله تعالى.
وكتب معالي الوزير في سجل العزاء بحضور السفير الإيراني التعزية التالية: بسم الله الرحمن الرحيم، باسم الحكومة والشعب الموريتانيين نعبر عن بالغ حزننا وخالص تعازينا في وفاة فخامة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي ومعالي وزير الخارجية السيد حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق لهما، وندعو الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويحفظ إيران وشعبها الشقيق من كل مكروه. حضر تقديم واجب العزاء أحمد والنيني مستشار برئاسة الجمهورية، مصر سيسوقو السفير المدير العام لمديرية الدعم والوسائل المشتركة بوزارة التعاون الخارجية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الأمين العام وكالة محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام للتعاون الثنائي بالوزارة، والسالك محمد موسى حماه السفير مدير آسيا وأوغونيسيا بمديرية التعاون الثنائي. نظمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في نواكشوط حفل استقبال بمناسبة الذكرى السنوية 248 للاستقلال الوطني الأمريكي. مثل الحكومة في هذا الحفل وزراء الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج محمد سالو المرزوق والدفاع الوطني حنان والسيدي والبترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة الناني والشروقة. وعبرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية استيثيا كريتش في كلمة بالمناسبة عن جزيل شكرها للحكومة الموريتانية على تلبية الدعوة للمشاركة في هذا الحفل، مشيدة بجهود الإصلاح التي قامت بها على مدى السنوات الأخيرة في مجال حقوق الإنسان، مبرزة أن الولايات المتحدة قامت بتحويل الكثير من الموارد لتشجيع تلك الجهود، وأشادت بالدور القيادي الذي تلعبه موريتانيا في مجال مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، مستعرضة مختلف مجالات التعاون التي تربط موريتانيا والولايات المتحدة الأمريكية كالصحة والتعليم والتكوين الكادر البشري وغير ذلك من المجالات. وأضافت أن بلادها ملتزمة بدعم جهود موريتانيا الجديرة بالثناء في مجال تلبية احتياجات اللاجئين. شرت فعاليات الحفل بحضور أحمد ولنبوه مستشار برئاسة الجمهورية وهندو بنت عينينا مستشارة برئاسة بالوزارة الأولى مكلفة بالشؤون السياسية، مسار سيسوقو السفير المدير العام لمديرية الدعم والوسائل المشتركة الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي، محمد الأمين والشمرة السفير مدير الأمريكيين بمديرية التعاون الثنائي، بايلا باه المدير المساعد للتشريفات بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وعدد من رؤساء الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والسلك الدبلوماسي المعتمد في موريتانيا. إلى ولاية تيرس الزمور حيث ترأس وزير التنمية الحيوانية اجتماعا موسعا ضم المنمين لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاع البيطرة واعتماد آلية لإشراك ملاك المواشي في وضع استراتيجيات التنموية. بهدف تقريب الخدمة العمومية من المواطنين وإشراك في وضع الاستراتيجيات التنموية، عقد وزير التنمية الحيوانية حمديت وليشين رفقة والي ولاية تيرس الزمور حمد المختار والعبدي اجتماعا موسعا مع المنمين وملاك المواشي في الولاية. خلال الاجتماع طرح الحضور المشاكل الجوهرية التي تعد عقبات في وجه تطوير القطاع والمحافظة على قطعان الماشية. الوزير في معرض رده على تساؤلات المنمين أكد عمل قطاعه على وضع آلية تنموية تمكن من تذليل كافة العقبات وحل المشاكل الموجودة بشكل جذري. الولاية ولاية من جميع بامتياز، إلا أنها رعوية مملة بامتياز، فترات معينة تعود وجهة لكل المنمين من كل البلد. نختاروا نطلبوا من المنمين بهذه الولاية على أنهم يعاونونا في نجاح هذا الإحصاء. هذه الولاية بصفة خاصة وقدرت احتياجها هذه الفترة ب 900 طن من العلف، مع طلب المنمين المحليين حتى في هذه الدفعة سيتم إدراج مكونة القمح. نختار نطمئنكم على أن الحكومة قابضة جميع الإجراءات، إياك ما يضر المنمين. القطاع عاملين حالا على دور عدل برنامج خاص بالإبل معرفة أمراضها
معرفة اللقاحات الموجودة وتوفيرها وإنشاء حوار. الاجتماع مكن من وضع تصور واضح لخطة العمل التي يجب اعتمادها لتطوير قطاع البيطرة في ولاية تيرس الزمور، المبنية على إحصاء أعداد الماشية بما يضمن استغلال هذه الثروة الوطنية بشكل أفضل مع المحافظة عليها. تالي الصادق، قناة الموريتانية، مدينة زويرات. وكان وزير التنمية الحيوانية قد أدى زيارة لمدينة أطار، حضر خلالها اجتماعا مماثلا مع المنمين خصص لاستعراض جهود الحكومة في هذا المجال. المركز البلدي في مدينة أطار يحتضن اجتماعا موسعا بين وزير التنمية الحيوانية حمديت ويلي الشين رفقة والي أدرار عبد الله المحمد محمود مع المنمين على المستوى الجهوي. وشكل اللقاء فرصة لاستعراض واقع قطاع الثروة الحيوانية وما تبذله الحكومة لتطويره وتعزيز مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي. حضر بعناية خاصة من فخامة رئيس الجمهورية لقطاع وزاري خاص بهذا القطاع اللي هو قطاع الثروة الحيوانية. وفي التزاماته 2021 المهرجان تنبثقة، فخامة رئيس الجمهورية التزم إنشاء مؤسسات عمومية، واحدة لها طابع إداري، واحدة لها طابع تجاري وصناعي، والتزم بوضع تحت تصرف قطاع الثروة الحيوانية 8 مليارات من الأوقية كصندوق لدعم وتنمية الثروة الحيوانية. هاي التزامات اللي التزم بها رئيس الجمهورية كاملة، والتزم أيضا مضاعفة مخصصات القطاع. هاي التزامات اللي التزم بها فخامة رئيس الجمهورية كاملة وفبي، وتم على ذلك الأساس إنشاء مؤسسة عمومية طابع عدالي هي النوناردم، مسؤولة عن تحسين السلالات، مشاركة في حماية الصحية للحيوانات، مسؤولة أيضا عن توفير المياه الرعوية، مسؤولة عن تطوير تنمية العلاف بصفة عامة في البلد. بنفس المقابل تم إنشاء مؤسسة عمومية طابع تجاري هي الموريتانية التنمية الحيوانية، وفعلا تم تمويل صندوق تنمية الثروة الحيوانية ب 8 مليارات من الأوقية. ومن خلاله اختار نقول لكم هون عن القطاع قام بعدة منجزات في هذا الصدد. أما والي أدرار فقد شدد على أهمية عمل استعداد العام للثروة الحيوانية بالرغم ما هو ملاحظ من عدم تجاوب المنمين بالشكل المطلوب مع العملية. سوء فهم عملية الإحصاء من طرف المنمين، الأخرى عدم التجاوب مع إعطاء المعلومات، وهذا العداد في خلوة ما عنده ضبطية قضائية قد يرغم بها أحد، ولا عنده من الإمكانيات اللي تم يتردد على السلطات ولا إحذاء إياك يقدوا حلول للإشكال وتخلق معضلة حد ما هو مسؤول حتى لا يتجاوز وتوف ويعود وقع الخلل، وإذا ما يتجاوز يفوت عليه الزمن يوقع الخلل أيضا. أنا أشاطر المنمين عن هذه المسألة لا محالة، ولو بلجان إدارية يتم تشكيل على مستوى الولايه والمقاطعه والبلديه ان يقدروا يشاركوا. بدوره عمده مدينه اطار استعرض اهميه الزياره التي جاءت بهدف التعرف على مشاكل المنمين ووجود حلول مناسبه لها. وهذه هذه الفتره اللي جانا فيها فاصلين فيها المنمون وساكنه هالشيء تتحرى اللي مشي، وراجعين إن شاء الله من المشاكل اللي عندنا هون من عند الولاية إن شاء الله تنحل الدور تنحل إن شاء الله. من جانب المنتخبين ومنمين وفاعلين في القطاع ذمنوا ما تحقق من إنجازات في مجال الثروة الحيوانية، مستعرضين جملة من المطالب تتعلق بتوفير نقاط للمياه الرعوية واستحداث مزرعة للأعلاف وحظائر وصيدلية خاصة بالثروة الحيوانية. ودعا المتحدثون إلى ضرورة التعاطي مع التعداد العام للثروة الحيوانية نظرا لما يكتسيه من ضرورة وما يترتب عليه من خطط وبرامج تنموية تهدف إلى تنمية وتطوير الثروة الحيوانية وجعلها أكثر استدامة ومردودية. الفاغوي للشيباني، قناة الموريتانية، مدينة أطار. أشرف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان على وضع الحجر الأساس لمشروع محطة بابا بي الإذاعية الناطقة بالبولارية التي ينتظر أن تشكل توسعة لنطاق بث إذاعة موريتانيا.
إلى جانب ما تتوفر عليه هذه الربوع في منطقة الضفة من مميزات طبيعية، حيث الأراضي الخصبة ووفرة المياه، فإن ثراءها في المقام الأول يبقى في تنوعها الثقافي والتعايش المشترك بين مختلف فئات المجتمع. وتكريسا لهذا التنوع الغني وتجسيدا له تنفيذا لتعهدات رئيس الجمهورية، أشرف وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان في مدينة بابوبيه على وضع الحجر الأساس لمحطة بابوبيه الإذاعية الناطقة بالبولارية، مشروع منبر إعلامي ينتظر أن يتعزز به في المستقبل الحضور الجهوي لإذاعة الخدمة العمومية في البراكنة، وهو ما ثمنه الساكنة هنا مرحبين بهذه الخطوة المحورية. سنتمكن نحن ساكنة بابابي والقرى المجاورة من خلال هذه الإذاعة من الاستماع إلى النشرات الإخبارية والبرامج المفيدة والهادفة وباللغات المحلية. إننا جد مسرورين ونرجو للقائمين عليها التوفيق. اليوم نشهد انطلاق تشييد محطة بابابي الناطقة بالبولارية. هذه مبادرة تثمن اللغات الوطنية. نحن ساكنة الضفة نعتبر انفتاح الإذاعة على مستمعيها مسألة مهمة جدا. في الحقيقة الفرحة بإطلاق هذه المحطة أمر يقصر عنه التعبير بشكل كافي، لأن وجود الإذاعة هنا إنجاز كبير. حضرت اليوم هذا تدشين هذه المحطة الثانية على مستوى ولاية البراكنة، محطة بابابي متكلمة بناطقة بالبولارية ومهمة تماما، وهم بالنسبة لمقاطعة بابابي المقاطعات اللي هون المقاطعات الحدودية، وخاصة فاصل في تقوية البث من الإذاعة الوطنية هنا جبروها ضعيفة في التقطع دائما، لذا دائما تعود الساكن هون تركز دائما على القنوات المجاورة. وجودها الساسي ان شاء الله راجل نعود الساسي، يلا يعود يحل مثلا تعود الناس تجبر اخبار وطنها عن طريق لغه وطنيه محليه تستفاد منها كامله، تعرف اكثر من اللازم اذا كانت مفيده راجل تعود ان شاء الله مفيده. المحطه الاذاعيه الجديده ستجسد اعلام القرب في اطار تمهين المحتوى الاعلامي بتقديم منتج اعلامي باحدى اللغات الوطنيه الاكثر استخداما في منطقه الضفه. محمد الملهادي، قناه الموريتانيه، مدينة بابوبي. أصدر المشاركون في فعاليات المنتدى الدولي المنظم من قبل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية حول الضبط الإعلامي والمسار الانتخابي توصيات مهمة، وذلك في ختام هذا الملتقى بل هذا المنتدى. المزيد عن هذا الموضوع نتابعه في سياق التقرير الآتي. إعلان واغشوط للضبط الإعلامي والمسار الانتخابي. كان الحدث المتوج للمنتدى الدولي المنظم من قبل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهبة، وكان تحت عنوان الضبط الإعلامي والمسار الانتخابي. تضمنت التوصيات التأكيد على ضمان التنوع والحيادية والشفافية في عمل وسائل الإعلام خلال العمليات الانتخابية، وكذا ضمان المساواة في وصول المرشحين إلى وسائل الإعلام، بالإضافة إلى تشجيع تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء في مجال التغطية الإعلامية للعمليات الانتخابية، وكذا محاربة الأخبار الكاذبة وخطاب الكراهية والابتعاد عن العنف والتمييز وغيره من أشكال المحتوى الضار، لضمان سير عمل وسائل الإعلام في التغطيات الانتخابية بنزاهة وعدم انحياز. إن هذا المنتدى الدولي المنظم من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لإطار خطة عمل الشبكة الإفريقية لهيئات الاتصال الرياك كان منتدا دوليا، سواء بحضوره أو سواء بالمواضيع التي عالجها، ونحن في سنة انتخابية بامتياز تتطلب المزيد من تحكيم وتحسين أدوات هيئات الضبط لتأمين نفاذ عادل لمختلف المترشحين وتكريس حق المواطن في إعلام نوعي مهني لمصداقية ولإنعاش الحوار البناء حتى يتمكن المواطن من أن يختار بحرية وبتبصر وبأن يعرب عن إرادته السيدة وقراره الحر في إدارة اختيار من يعهد إليه بإدارة شؤونه. طيلة هذا المسار تدارستم عدة وفي 4 جلسات علمية دور هيئة الضبط في ضمان انتخابات حرة ونزيهة، آليات تكييف عمل هيئة الضبط الإعلامي لضمان نزاهة الانتخابات،
الجلسة السلمية الثالثة خصصت لتنظيم وسائل الإعلام خلال الانتخابات بما يضمنه لها من حرية ومن انفتاح ومن مهنية، وكذا الحوار السياسي والتبادل والتكامل بين مختلف الفاعلين والمتدخلين في الحقل الانتخابي. رئيسة الهكا بالمغرب لطيفة خرباش قالت إنها سعيدة بمشاركتها في هذا المنتدى الذي ستنبثق عنه توصيات تعزز عمل المؤسسات الإعلامية في الفترات الانتخابية من أجل أن تكون لمجتمعاتنا وبلداننا جهة تنظيمية للإعلام تؤدي مهمتها على أكمل وجه في خدمة المواطن الذي يحق له الحصول على محتوى إعلامي عالي الجودة. وفي كلمتها باسم المشاركين شكرت أميندا باروس رئيسة أراك بالرأس الأخضر السلطات العمومية والشعب الموريتاني والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الهابا التي لم تدخر جهدا في إنجاح هذا اللقاء حسب قولها، مؤكدة أن التبادلات خلال هذا اللقاء كان لها تأثير لا يمكن إنكاره على أفكارهم وأسئلتهم المتعلقة بقضايا الانتخابات السليمة الشفافة والنزيهة. توصيات ومخرجات ينتظر منها أن تعزز عمل المؤسسات الإعلامية في المواسم الانتخابية خاصة في ظل احتلال بلادنا المركز الأول عربيا وإفريقيا في حرية الصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2024. شهد قطاع المياه والصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة العديدة من الإنجازات التي طالت توفير المياه وتصحيح أوضاع الصرف الصحي في عدد من المدن. الملف الآتي يستعرض جوانب من الإنجازات التي تحققت في قطاع المياه والصرف الصحي خلال السنوات الأخيرة. يمثل قطاع المياه أحد أهم القطاعات الخدمية في البلاد التي تشكل المنطلق الأول لأي عملية تنموية يراد لها النجاح، كما شكل هذا القطاع اللبنة الأولى لتطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني تعهداتي. ولتحقيق الآمال الكبيرة المعلقة على هذا القطاع تم حتى الآن قطع خطوات كبيرة على طريق طويل خاصة خلال السنوات الأخيرة من أجل إنجاز وتأهيل وضبط مختلف منشآت المياه في الوسطين الحضري والريفي وضمان النفاذ الشامل إلى خدمات المياه. وفي هذا النطاق أشرف فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني في كيفا على تدشين مشروع زيادة إنتاج الماء الصالح للشرب في مدينة كيفا انطلاقا من حقل بوغادوم الذي سيوفر كميات جديدة من الماء الصالح للشرب تصل 2000 متر مكعب في اليوم. ويتضمن أيضا إنجاز وتجهيز 5 أبار في حقل بوغادوم واقتناء وتركيب أنابيب وتجهيز خزان بسعة 500 متر مكعب ووضع وتركيب محطة ضخ بطاقة 95 متر مكعب في الساعة، إضافة أيضا إلى 7 نقاط لتوزيع المياه في المدينة. بلغت الكلفة المالية لهذا المشروع 1.5 مليار أوقية بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والبنك الدولي. وسيسهم المشروع في تعزيز تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب بانتظار البدء بعد أشهر قليلة في مشروع ضخم سيزود المدينة بالمياه انطلاقا من النهر، وهو المشروع الذي يتوقع أن يزيد بعد إنجازه حجم الإنتاج من 6000 إلى 26000 متر مكعب في اليوم، وسيستفيد منه أكثر من 90 قرية وتجمعا سكنيا على طول الخط الرابط بين غري وسيدي بابي وكيفا. وفي إطار العناية التي أولاها فخامة رئيس الجمهورية لولوج المواطنين إلى الماء الشروب أشرف فخامته خلال السنة الجارية بقرية بولولو دوغو التابعة لبلدية هايرامبارا بمقاطعة بابا بي بولاية البراكنا على وضع حجر الأساس لمشروع ضخم لتزويد 165 قرية في 3 ولايات هي البراكنة تقانة العصابة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من النهر، إضافة لتوفير مياه الري ل 3500 هكتار. وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا المشروع بمكونتيه المياه والزراعة ما يناهز 60 مليار أوقية قديمة،
حيث سيضع هذا المشروع حدا نهائيا لمعاناة 165 قرية بتعداد سكاني يناهز 115,000 نسمة ليوفر لهم الماء الصالح للشرب كما وكيفا انطلاقا من النهر. ومن أجل الوقوف على مكامن الخلل في بعض المنشآت التي تزود العاصمة بالماء الصالح للشرب، قام فخامة رئيس الجمهورية بزيارة لعدة مواقع على مسار مياه أفطوط الساحلي التي تزود نواقشوط بالماء الشروب. شملت محطة ضخ المياه من نهر السنغال عند الكيلومتر 40 أفطوط الساحلي، ومحطة تصفية ومعالجة المياه بقرية بن نعجي قرب كرمسين، ومحطة التصفية الأخيرة عند الكيلومتر 17 بمدخل نواقشوط. وفي كل تلك المحطات كان فخامة رئيس الجمهورية يصر على الاطلاع عن قرب على أسباب الانقطاعات التي شهدتها مؤخرا شبكة المياه بمدينة نواقشوط، ويلزم المسؤولين من خلال تعليمات مباشرة بضرورة العمل على إيجاد بدائل لتخفيف معاناة المواطنين والعمل بجدية لوضع حلول مستدامة للمشاكل التي تؤثر على انسيابية وانتظام تزويد السكان بالماء الشروب عبر مسار أفطوط الساحلي. واستجابة للتعليمات السامية لفخامة رئيس الجمهورية بصيانة وإعادة تأهيل منشآت أفطوط الساحلي، انتهت صيانة الخزان الرئيسي عند الكيلومتر 17 على طريق نواقشوط روسو، مع العمل المتواصل على استدامة صيانة هذه المنشأة الحيوية والأساسية لضمان زيادة الإنتاج وتوسعة منشآت إيديني، مما سيضمن تأمين تزويد عاصمتنا بالماء الصالح للشرب. هي فقط نماذج وغيض من فيض، وكثيرة هي الإنجازات التي تم القيام بها في مجال خدمات الماء وتوفيره لصالح المواطنين في القرى والأرياف ومختلف مقاطعات البلاد خلال السنوات الماضية ضمن سياسة العناية بالمواطن التي أرساها فخامة رئيس الجمهورية خلال مأمورية التنمية والرفاه وتوفير أسباب العيش الكريمة للمواطنين. ختام النشرة قدمناها لكم من الموريتانية، هذه أبرز العناوين. رئيس الجمهورية يصل العاصمة تشادية جامنة لحضور حفل تنصيب الرئيس التشادي المنتخب محمد أدريس ديبي أتنو. لقاءات في كل من أطار وزوارات لبحث السبل الكفيلة بتطوير قطاع البيطرة واعتماد آلية لإشراك ملاك المواشي في وضع الاستراتيجيات التنموية. اختتام فعاليات المنتدى الدولي حول الضبط الإعلامي والمسار الانتخابي المنظم من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. نشكركم على متابعة هذه النشرة، إنما كنتم وإلى اللقاء.